اليوم هناك 22 نواف المنصور، بدر السماج، نايف زويد، وهناك ايضا راشد محمد كما ذكرت كان على قدر هذه الامكانيات وهو مدافع منتخب الكويت ونادي القادسيه الكابتن محمد نادي الكويت ونادي كاظمه في قمه اخرى ايضا اليوم بالدوري الممتاز. وهذه هي ايضا المنتخب المغربي حطه بينيه عبو مره ثانيه. شوف القادسيه بدا يتحرك الان بيضغط على حامل الكره في فريق نادي السالميه في محاوله الاحراز. محمد راشد لعبها في الامام لكن تنقطع وتعود للبطي. البطي الى عبو بلمسة للنعنزي تمرر صالح الشيخ لكن ايضا تنقطع وتعود يرجعها للخلف الى الطاهر مره ثانيه وتعود لعبو. عبو يلعبها في الامام عبو الى العيدان احمد العيدان لاعب الخبره في نادي السالميه لعبو يجي لصالح البريتشي. البريتشي يمرر. شوف صانع الالعاب شوف لما يمرر يعني هو الحقيقه العقل المدبر او المفكر لنادي السالميه. يشوت يشوت جهاد حسين لاعب الوتو ولكن تنقطع. شوف الكرات المرتده شوف الكرات المرتده كان يعملها بشكل جيد في شوط المباراه الاول نادي السالميه بالوصول للمرمى باقل التمريرات. كره تصل لمشاي العازمي العازمي لعبها لعبو لكن ايضا صار بتعد ايضا لها فائده لها ايجابيات كثيره منها